يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الجمع بين قول الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حكايته عن النبي الذي ضربه قومه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ نعم، الرسول ما قال هذا يستغفر للمشركين، وإنما يحكي قصة نبي من الأنبياء السابقين، وليس كل ما كان في الشرائع السابقة يكون من شرعنا، فنحن نهينا عن الاستغفار للمشركين. نعم.